علمته من صغر سنه بموهبة وشغف وتعلق، بيحفر، بيرسم وبيخطط على الزجاج. تعلقه بالعمل اليدوي وإتقانه لإله خلاه يمتنع عن استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة بالحفر على الزجاج. بيستغل كل فرصة لحتى يعرض لوحاته ويورجي العالم شغله، ومعرض دمشق الدولي فرصة كبيرة لإله حتى يبهر العالم ويعرفون على هالمهنة المميزة يلي بتحتاج جهد ووقت وتركيز كبير. مارست العمل الفني من أنا عمري 13 سنة، فكنت مدرسة الصخفي اللي بأبو رماني، وقبل من الطبري اللي هي بالشعلان. حتى المدرسة الطبري كنت أكتب بخط يدي، أكتب بخط إيدي الصف الأول الصفوف. حتى بمدرسة الصخفي كان لي مشاركة برابطة قاسيون بالأعمال الفنية بالخط العربي بالذات. حتى لما تطوعت بالكلية الجوية كان لي مشاركة 4-5 سنين بالرسم على جدران التخرج تبع الكلية. بعد من انتقلت لعمل الحفر على البلوغ والدعاية والإعلام واستمرت فيها. هلا بشكل عام عندي هدول القطع أهم قطع موجودة هون، لأنه بتميزوا أنا كدليل أي إنسان بحب يأخذ هالقطعة ينزل على السوق يساوي مثلها. إذا قدر يساوي مثلها ما هيحسن يساوي بتقنية تبعها. بحفر على الزجاج بطريق ماكينة ضغط هواء، فبنصل لضغط عالي بالهواء، بنحطه نحن ضمن حوجلة تتحمل هالضغط. هي عبارة عن حديد له سماكة خاصة عشان يتحمل ضغط الهواء العالي. بنحط بقلب هالحوجلة رمل وبيطلع منها مثل ما بيقولوا بربيش، بنهايته في فالة مصنوعة من الفولاذ أو من الألماس. فهالفالة مسكوبة عبارة عن 3-4 ملي، فبتطلع هالرمل المضغوط بشكل قوي جدا. دي مرغوب بهذا الحفر على الزجاج بوقتنا الحالي؟ المنازل الموجودة بسوريا وبلاد العالم هي اللي بتحكي. أغلب المنازل بتدخلي فيها بتطلعي على الأسقف، طبعا الحديثة، بتطلعي على الأسقف بتلاقي فيه رسم زجاجي، بتطلعي على البواب بتلاقي فيه حفر، فمرغوبة جداً.